جماهير الأهلي لمؤمن زكريا: عيب يا كابتن، احترم ناديك. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي بعد تخطي 20,000 حالة، سر القفزة الكبيرة لإصابات كورونا في مصر. الصحة: تسجيل 1,127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و29 حالة وفاة. اشتباكات بين الجيش السوداني والأثيوبي بسبب مياه النيل وسقوط قتلى. مصر للطيران تكشف لي اليوم حقيقة عودة حركة الطيران، وإليكم التفاصيل. الغندور يطالب جماهير الأهلي بانتظار المفاجآت وعدم البكاء. أكد خالد الغندور قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق إن هناك مفاجآت قادمة بشأن قضية لقب نادي القرن الإفريقي، ونشر خالد الغندور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للافتة النادي الأهلي المتداولة عبر مواقع التواصل، وعلق عليه قائلا: لما تيجي تعمل فوتوشوب ليافطة لازم تاخد بالك إن شعار الزمالك موجود في اليافطة اللي تحت. وعلى العموم لما تتعب وتزور جواب ممضي من معاذ حجي اللي رحل على الاتحاد الافريقي وتنزل يافطة مش حقيقية، تعرف على طول ان نادي القرن العشرين مزعلك الكلام عنه، وتبع وتفتكر ان الشتيمة والكلام الفاضي بتجيب نتيجة. واذكر ان مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور قام بوضع لافتات على سور النادي بتنصيب الزمالك ناديا للقرن الافريقي، وكان عليها: الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات، وذلك قبل ان يقومون بازالتها بسبب وجود شعار الاتحاد الافريقي. الاهلي: جماهير الاهلي لمؤمن زكريا: عيب يا كابتن، احترم ناديك. وجهت جماهير النادي الأهلي انتقادات لمؤمن زكريا بسبب الصورة التي نشرها بصحبة شيكابالا لاعب الزمالك، وقال لجماهير الأهلي: عيب يا كابتن مؤمن، انت طالع تحب في مين بالظبط؟ كلنا ضد التنمر والخوض في الأعراض والنسب، ومستحيل نقبل بالتصرفات دي وبنرفضها. كنت تعمل زي وائل جمعة وترفض التصرفات دي بشكل عام كمبدأ متعمم، وتذكر آية من كتاب الله عشان الناس تتعظ. وأضافت: الجماهير تساند واحد من أسوأ النماذج الرياضية في تاريخ مصر، شخص بيتفنن في الإساءة لنفسه واستفزاز الآخر، أستاذ في جر شكل جمهور الأهلي، يغني بعد كل مباراة بشتايم ضد ناديك وجمهورك، شخص ارتكب فعل فاضح وسقط ومنحط وتجاوز في حق كل أهلاوي وأهلاوية، عيب يا كابتن احترم ناديك. قال نادر شوقي: الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي. قال نادر شوقي رئيس نادي الجونة الرياضي ووكيل أعمال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر رمضان صبحي خلال تصريحات إذاعية عبر أون سبورت تقديم الإعلامي أحمد شوبير أنه تم التوصل لاتفاق مرضي بين النادي الأهلي وهيدرسفيلد الإنجليزي، ورفض شوقي ذكر أي تفاصيل مالية، تارك ذلك لمسؤولي نادي القلعة الحمراء، مشيرا إن مسؤول الأهلي نجحوا في تحقيق رغبة اللاعب في البقاء بالقلعة الحمراء وتحقيق مزيدا من الألقاب وتحقيق طموحات الجماهير الذي يعشقها، وهي السبب الحقيقي وراء بقاء اللاعب في مصر. الأهلي كان يفكر في إغلاق ملف رمضان صبحي بسبب ارتفاع سعره، حيث سبق وحدد مبلغ 9 ملايين جنيه استرليني للاستغناء عنه، كما ان اللاعب كان يرغب في العودة لأوروبا، لكن الأمور تغيرت حاليا بسبب تداعيات جائحة كورونا التي ضربت العالم كله منذ عدة أشهر وتسبب في تجميد النشاط.